طلاء الأساس، النيل البراق، الأبيض الكلسي، مثبت اللون، الريشة، ومزيل طلاء الأظافر. منوضع النيل البراق على أطراف الضفر. بالريشة ومزيل طلاء الأظافر نرسم شكل ابتسامة. لحماية الأظافر نوضع طلاء الأساس. بالأبيض الكلسي نوضع نقاط على شكل وردة. بالنهاية بنوضع مثبت اللون ليداين أكتر وليعطي لمعية. وهيك وبوقت قصير جدا بنكون حصلنا على هذا الموديل.